المرور بالنادي الرياضي صفاق سيماد والعوده لليوم للترجي الرياضي، واحد من ابرز المهاجمين في الكره التونسيه اليوم على الساحه، ونرجع نحكيه في التاسعه فوطه. فخر الدين بن يوسف ملاعبي عمره 24 سنه، ما لقاش حظه كي كان صغير في الكرم والبقلاوه، لكنه بروس في سينيور مع نادي الرياضي صفاقسي. بن يوسف لعب اول ماتش ليه مع سي اس اس في 2012، موسم بعد روجي توج باكثر من لقب، بطوله تونس، كاس الكاف، كونفوكاسيون كان 2013 في جنوب افريقيا، كما تم زاد اختياره كاحسن لاعب في تونس. في 2014 تحصل فخر الدين على جائزة الحذاء الذهبي قبل ما يقوم باختيار صعيب في كاريره وهو الاحتراف في أوروبا. في جانفي 2015 بن يوسف يمشي الميتس، لكنه يتضرب نهار 11 جانفي في ماتش أميكال ضد الجزائر تحذير الكان غينيا الاستوائية، إصابة 3 شهور تمنعه من المشاركة في الكومبيتيسيون وتزيد تصعب عليه التأقلم مع جمعيته الجديدة. كل شيء تبدل على الروج نحو الأسوأ، طونجو قليل برشا، صفر هدف، وميتس تطيح للليغ 2، وضعية تجبر بن يوسف على اتخاذ قرار مصيري جديد في كاريره. عرض كبير من الترجي، برشا فلوس وشالنج كبير يستنى فيه، مسلسل كبير عشناه في ميركاتو الصيف، انتقادات كبيرة من جمهور السي اس اس وتهديدات في صورة انتقاله للترجي. نهار 11 جويليا المسلسل يوفى والروجي صح كونتراتو بثلاث سنين مع الترجي في أغلى صفقة في تاريخ الكرة التونسية. برشا فلوس برشا بريسيون خليته يوخر في تقديم الإضافة مع فريقه الجديد. اليوم وقبل 3 جولات من نهاية مرحلة الذهاب، بن يوسف يسجل 6 بونتو في 12 جولة ويساهم في تواجد الترجي في المرتبة الثانية في الشامبيونات. والبارح بن يوسف سجل ضد فريقه السابق سي اس اس اللي كانوا فاضل في بروزه ونجوميته. الروج ماركا وما احتفلش، لكنه وجه ميساج لبرشا ملاعبيه في البطولة. مالوريزمون البونتو جا كونتر جامعيتي اللي طلعت فيها واللي تربيت فيها، ما هذا هي الكرة غالي. واحد حتى صرحت قبل الماتش لازم واحد يكون بروفيسيونيل، لازم واحد منطال ويبدا قوي. بعد ماتش تاع ليتوال شفت دي ديكلاراسيون ماهمش باهيين، كهو كل واحد كيفاش يحب يعمل ليزانترفيو نتاعو، كل واحد وعقليته كهو. كابتن خالد حسن، تأكيدا لكلام مراد صغير الاسبوع الفارد كان قال انه فخر الدين بن يوسف قاعد يسترجع في الفورمه نتاعو، يظهر لي ما فماش حاجه تخلي ملاعب يسترجع الفورمه قد تسجيل الاهداف. صحيح، هو تسجيل الاهداف يعطيك رصيد اضافي للثقه كما قلنا احنا في محيط جديد، بدايه مسيره جديده مع نادي جديد عنده ثقافه تختلف على النوادي اللي كان فيها، خاصه مع رسم اهداف كبيره وكبيره جدا في الترجي التونسي، وخلينا نقول عموما كما كلمه أثر عليها عموما ويبدو لي عموما اون جينيرال عموما ولا يا سيدي شوخو ولا عشان ركبتي ليه نقولوا احنا اللي فخر الدين بن يوسف ليه كحتوا هكا حتونا فاس فاس نحسوا بعدك شو معناها عموما عموما خلينا نرجع لفخر الدين بن يوسف جاء قاعد يحقق الشيء اللي جاء من اجله، الا وهو اعطى الاضافه الهجوميه واعطى خاصه الحلول المفقوده الهجوميه. في الفيديو اللي كنا نشوف فيه ناس رجعنا فلاش باك، رجعنا بفخر الدين بن يوسف لتجربته الاحترافيه في ميتس، كان اتصل بك حكى لك مثلا علاش ما مشاتش الامور في فرنسا؟ هو كان متسرع، ما هو معناتها مشيته المادس في حد ذاتها معناتها قاعده تاخذ وعطاء، كان باش يمشي مش باش يمشي اخر وقت، برشا ناس نصحته باش ما يمشيش المادس على خاطر المادس وضعيته صعيبه، باش يمشي باش يلقى روحه باش يلعب على الطيح ويمكن ان الكيب تطيح قبل ما يبدا يلعب وبعد البليسيور تعرض لها، هذا الكل كنا متفقين فيه، لكن هو كان اصرار عنده كبير وعنده طموحات كبيره انه يحب يطمح لاوروبا، وهذا ديما نقولوه احنا حتى في وقتها معناتها اقترح عليه رئيس النادي التعويض معناتها السيد لطفي عبد الناظر باش يعوض له كونترا اخر ويزيد الاوبجيكتيف، كان اوبجيكتيف باش يمشي لاوروبا ويحترف ويحب يعطي الفرصه لروحه، لكن ما دامتش برشا، هو شاف روحه في مادز انه ما نجحش. زاد فما اصرار كبير من الترجي بالنسبه ليه هو وبالنسبه لفرجاني زازي، خاطر راهو الزوز تحطوا ميم تو وحب الترجي انت ضد الزوز لاعبين هذوما، لكن فرجاني
الجيش السيسي اصر انه باش يقعد ويكمل التجربه نتاعو ويقول لك انا اليوم كي باش نرجع لتونس نعاود نوخر بالتوالي، لكن هو فخري خير انه عاود يرجع لتونس وصاحب الترجي عقد كبير باش يقول لك نخلق طموحات جديده. يمكن الديبار نتاعو ما بداش كيما يلزم، فما ضغوطات كبيره، لكن توا قاعد يحقق في اهداف كيما حكينا بالاسبوع الفرد ديسيسيف بالنسبه للترجي. مراد الزغيدي، ما عرفتش ترى انه مثلا ثم نقاط تشابه بين فخر الدين وايمن عبد النور؟ زوز عندهم السمعه انهم خدام، زوز فيزيكمون حاضرين، تراه اليوم مثلا قادر يعاود يرجع للبطولات الاوروبيه بعد تجربه العوده؟ وخليني نقول التجربه الاحترافيه ما كانتش ناجحه معناها في ماتس. والله هذا ما نتمناه له، ما عرفش كان نجم نتكهن بالتكهن هذا. انا تبعت اللي قالوا ناصر، وكنت حتى معناها حكينا في موضوع على وقت مشى الماس ما خذاش قرار بالي، لانه ماس ما كانتش معناها كان فريق ضعيف. مصحته باش ما يمشيش. مصحته مش يسمع في نصيحتي، ولكن بمعنى مش خاطر معناها. وزيد نجم حتى نقول لك فريق ماس الشباب اللي يجيبهم الكل عندهم اتفاقيات مع نادي سنغالي، دونك تقريبا 80% من الملاعبيه جايين من السنغال. هذه على كل قوس. فخر الدين حسب رايي من اقوى المهاجمين اللي عندنا في 3-4 سنين الاخرانيه، عنده مونتال قوي ياسر. واكد تذكر قلت لي الجمعه اللي فاتت مش مقنع ياسر. ماركا ضد نادي الفريقي، ماركا هدف مسيريه ضد الشبيبه، وماركا بونتو مسيري ضد نادي صفاقس. هذا اللي كان يعلو في سي اس اس، قوته مع نادي صفاقس ما كانتش في عدد الاهداف، كان انه في الماتشات الصحاح بقى هكا ولا جوار الكبير يماركي لك في دومي فينال نتاع كاف، يماركي لك يلعب الاكستيريور، وهذا اللي قاعد يعمل فيه مع الترجي. حتى كي تا ياسين الخنيسي نقص الروندمون نتاعو هو خذا عليه المشعل. فتحي المولي، شفنا ملاعبي يماركي ضد جمعيته الام ويقول مالوروزمون جيل بونتو ضد النادي رادي صفاقسي، يرفض انه يفرح ما يحتفلش، عكس برشا ملاعبيه. هو عمل معناها ميساج بين الاسطر الملاعبي نتاع النجم الرياضي الساحلي احمد العكيشي اللي قال تجربتي في الترجي كانت غلطه. هي مش نفس الخروج، وقت اللي خرج فخر الدين من نادي صفاقسي خرج على العناق. خرج على العناق وعملوا له احتفالات وولد النادي صفاقسي ومعترف بالجميل وعادي جدا، هذاك اخلاقه وتربيته خلاوه وانه ما يحتفلش بالطريقه اللي نتصوروها، خلافا العكيشي مش ما نظلموش، ما خرجش من الترجي على العناق، خرج تقريبا معناها في ظروف نعرفوها الناس الكل مش لازم نرجعوا لها، كل واحد يعرف معناها كيفاش خرج، وخرج تقريبا مطرد من الترجي الرياضي التونسي، ولكن هذا ما يمنعش كان ينجم يكون ردة الفعل نتاعو أخرى. معناها شنو زادت الجملة نتاع غلطة مثلا نتاع العكيشي؟ حتى شيء ما زاد حتى شيء بطبيعة الحال، ولكن شوف نحب نرجع أنا كلمة قلتوها. هو حر سامحني رفع. لا لا هو حر، حر اللي يحب هو حر، نفسه كان يغلي دخليني العكيشي. إي ولكن فما جمهور، فما هي خدمت معها، فما عباد، معناها أنك تجمعهم الكل في نفس الواحد يظن فيها شوية تجنب. عادي عادي، وأنه اسمع تنجم تنتظر كل شيء من ملاعبي يبدا شو اللي يبدا كذا تنتظر، لانه الامور وصلت من بعد حتى معناها على مستوى التقاضي، معناها ماذا بينا نزيدوا في العقوبه، ماذا بينا كذا، ما واحد يحط كل شيء في الميزان مع بعض. خلينا في فخر الدين. اي نبقوا في فخر الدين، انا مش موافق وانه ما نجحش في التجربه الاحترافيه، لان اعتبر ما عملش تجربه احترافيه، اللي يعمل تجربه احترافيه وما نجحش يلعب وما مشى مضروب، مشى من الكان ما مشاش الكان، مشى مضروب. وقت اللي مشى هو ديجا معناها ما لعبش وما استحى، معناها ما نجم يضيف حد شيء، لان ما استحت بكري تحت من مارس، ووقت اللي رجع يلعب في افريل تقريبا نظلموه، كيقولوا تجربه احترافيه مش ناجحه. تبقى حاجه اخرى انت تنقل علي قاعد، لانه بالضبط تعرف شنو بالضبط حرفيا هو الضفه اليمين ضد مراد اليوم ولا شنو الحكايه؟ لا انا معاه اوكي، لانه قلت شنو الملاحظه نتاعي؟ فخر الدين بالنسبه لي انا اليوم حاسم في الترجي، لكنه مش فاعل في الترجي، مازال ماهوش مؤثر في الترجي، لانه يتفرج فخر الدين وقت اللي كان في النادي راضي الشاقسي تحسه انه كيف اللي امنور معناها مع جماعه ليدر قائد على ليدر على في الترجي، مازال هالبلاصه نتاع ليدر ما نحسهاش الحقيقه. نتفرج ايه ماهوش مؤثر معناها في الاهداف، حاسمه صحيح تبارك الله عليه موجود هدف النادي الافريقي وهدف النادي راضي الشاقسي ولو عم هدف شباب القيروان عمليه ممتازه، ولكن نحس فخر الدين مازال يكون 50-60% من الامكانيات نتاعو اللي اعطيهم توا للترجي. هذا ما يدل كلام الاولاد اللي قالوه، وانه فخر الدين لو يكون عنده
الحجم نتاعو في الترجي وربما انه هو زاد سي با امبوزي مازال وهك شويه جمعيه جديده اسامي كبيره جمهور صعيب ولكن نهار اللي فخر الدين بن يوسف ياخذ ثقه في نفسه ولي ان فري ليدير راه فوق الميدان لازم يرجع يلعب الرياضه يلعب يعمل حاجه كبيره لا خاطر كلمه على فخر الدين لا هو باش ناكد باش نقولوا حكايه وقت معناتها هو فخر الدين بن يوسف لازمك تشوف مسيرته في الترجي بدات محتشمه ومن بعد بدا ياخذ ثقه في نفسه معناتها قد ما يتعدى الوقت وقعد سيرتينمون توا البونتوات كما قال خالد قعد ما يزيد يمركي قد ما يدخل اون كونفيونس باش ياخذ بلاصته تعرف الملاعبي اتاكون ويمركي وينجح وين بشويه بالطبيعه باش يفرض نفسه خاطر في نادي الصفاقسي بدا بنفس الطريقه هذيك وبعد ولا ليدر في الاساس كما فخر الدين بن يوسف